سؤال، خلق الله يهوذا وهو يعرف مسبقا انه سيكون السيد المسيح، فما ذنب يهوذا وما ذنب من لا يعرف الله؟ ربنا خلقه لكن لم يضع فيه الخيانة أثناء خلقه، إنما الخيانة دي جات له من خطأ موجود عنده مش من ربنا. يعني خلق الإنسان وربنا مش هو السبب في أخطائه، إنما أخطاء الواحد دخيل عليه سببها إن طبيعته بدأت تفسد من الداخل. يعني ربنا خلق قايين وهو يعرف إن قايين هيقتل هابيل، لكن مش هو اللي قال له اقتله ومش هو اللي دفعه إلى القتل، لكن طبيعته الخاطئة هي اللي دفعته. في فرق بين علم الله السابق وإرادة الله. الله عارف إن القاتل سيقتل، لكن إرادة الله ليس إنه يقتل. الله عارف إن الهرطقة هيبقوا هرطقة، لكن مش هو اللي دفعهم إلى الهرطقة، اللي دفعهم سوء قلبهم. كذلك يهوذا خيانته ملهاش دعوة بعلم الله السابق. ولا هو الأول ولا هو الأخير اللي خانوا المسيح، بس ده يعني مشهور شوي. ومع ذلك ربنا حاول بكافة الطرق انه ينبه يهوذا الى الاخطاء اللي هو فيها حتى يخاف منها ويبعد عنها. فهو مع التلاميذ قال لهم في واحد منكم هيسلمني، ولما جه يغسل ارجلهم قال لهم كلكم طاهرون ولكن ليس كلكم، لانه عارف مسلمه. كل دي كان تنبيهات ليهوذا، ومر الكلمة تخويف اكثر من كده. قال لهم هذا الانسان خير له لو لم يولد. كان يجب يهوذا يتنبه ويشعر بخيانته. وبرضو المسيح ظل ينذره ويخبره الى اخر لحظة من خيانته. لما جه يسلمه قال له يا صاحب ابي قبلة تسلم ابن الانسان؟ وطبعا كل الكلام اللي قاله المسيح ترك اثرا كبيرا في يهوذا، لدرجة انه شعر بخطيته بس بعد فوات الوقت، وذهب للكهنة ورجع الفلوس اللي خدها منهم وقال لهم اخطأت اذ اسلمت دما بريء. بس مشكلة يهوذا لم تكن الخيانة فقط، انما مشكلته انه ادركه اليأس وان خطيته سوف لا تغفر، فمضى وشنق نفسه. كان ممكن ان هو يتوب لو اراد، لكنه لم يتوب. ما بطرس انكر المسيح 3 مرات، وكان امامه الآية التي تقول اللي قالها المسيح من ينكرني قدام الناس انكره قدام أبي وملائكته. ومع ذلك
لم يدركه اليأس، إنما بكى بكاء مرا وتاب.